السؤال الأستاذ راغب يقول: ما حكم الجمع بين الزوجين في قبر واحد؟ جائز، يعني جمع الرجال مع النساء جائز مع الكراهة، يعني دفن الرجل مع المرأة يعني جائز مع الكراهة، لا حرمة فيه ولا محظور يعني، غير أن العلماء قالوا يجعل ساترا ترابيا بين الذكر والأنثى فقط، زوجة أو أجنبية، لا فرق بين إيه القريبين أو الأباعد يعني. أيوة يعني هو جائز مع الكراهة.